فرنسا أم الخبائث، هذه منسوبة إلي فقط. قالها قام أعلمني وما أعلم أسلافي هو الشيخ العربي التبسي، لكن أنا اللي قلت وسجلوه في لاغرون بوست في الجمعة التاسعة العاشرة عفوا: فرنسا عدو الماضي والحاضر والمستقبل. وأنا أسميها في كتبي من أكثر من 30 عام: فرنسا هي مغول القرن 19 والقرن 20. يعني المغول ليس لهم من يدافع عنهم، لكن فرنسا عندها في الجزائر من يدافع عنها. الآن تبقى العلاقات الجزائرية الفرنسية من 62 ليست اليوم فقط مبنية على مصالح في أيام السادة الكبار. أنا خارج دائرة كلامي الرئيس واري بومدين، بومدين كانت عنده مواقف واضحة كل الوضوح من فرنسا من أيام 67، يعني من الهجرة الجزائرية. قال ناكلوا التراب وما نروحوش نخدموا في فرنسا. والأمر الثاني المهم جدا أنه فرنسا أو حزب فرنسا وصل إلى السلطة في تسعينيات القرن الماضي من انقلاب 11 جانفي. حزب فرنسا ممثل في الكبرانات، هكذا سماهم الرئيس المخلوع مش المستقيل، سماهم كبرانات فرنسا، وبل أكثر من ذلك أساء إليهم، سماهم في الجينيرو واحد تاع الزيت، واحد تاع العدس، واحد تاع البطاطا، واحد تاع الحمص. هذه أكبر شتيمة عرفناها على لسان الرئيس المخلوع وليس المستقيل. الآن تبقى حزب فرنسا كان موجود من 62 باش تكوني في الصورة. حزب فرنسا تمثل في مجموعة من المعطيات والعينات. الأول هو بقاء أكثر من 160 ألف من الحركة في الجزائر، وهذه إحصائيات فرنسية دقيقة جدا. هؤلاء 160 ألف حركي هنا ما يزال أحفادهم إلى اليوم، إلى هذه اللحظة، يطالبون باستعادة جنسية أسلافهم الذين شاركوا في القتال في منطقة القبائل مع مكمهون في 1846. وهؤلاء لا تخفى عين المؤرخ عنهم، فموجودين في وزارة الخارجية، موجودين في الرئاسة، وموجودين في كل المؤسسات الدولة. أولاد الحركة وأبناء البشغوات ومعروفين بالأسماء. نعم. معروفين. والآن أنت تعرفي الآن الصراع اللي راه يدور بين جماعة الأرندي، يذكروا الأسماء تاع الحركة الذين فرضوا على السلطة السياسية العليا وزراء بتفويض أو بطلب من السيد الأول في الكيدورسي في فرنسا. لا. هذه الأشياء معروفة بلا ما يسموا الأسماء، والجزائريين أذكياء ويعرفوا المسائل هذه. تبقى الآن أبناء الحركة وأحفادهم الموجودين في دواليب السلطة، تفطن إليهم هذا الشعب. وبعدما كان هذا الشعب وهؤلاء الشباب تاع الحركة وتاع بابور اللوح، لأن أصبح